إلزام جميع القادمين من المملكة بتقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد لشرط الدخول المملكة خلال 48 ساعة من موعد المغادرة المملكة ودخولها. مع ذلك أن الوضع في التقييم المستمر، في حال وجود أي استثناء سيتم الإعلام من قبل الجهات المعنية مباشرة كما عودناكم في منذ بداية الجائحة بشكل مستمر، يتم الإعلان عن أي استثناء بعد صدور أي قرار. حاليا يطبق إلزام جميع القادمين المملكة بتقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد لشرط الدخول المملكة خلال 48 ساعة من موعد المغادرة المملكة أو الدخول إليها. شكرا لكم.